كابتن حماده خليك معايا. كابتن رضا يعني كابتن حماده دايما بمهاراته الكبيره ونجوميته معروف انه خجول، جدا. لكن يعني كان انا سمعت ان هو كان بيتراهن معاكوا في ماتشات معينه ان هيرقص فلان وهيرقص فلان وبالاسماء، هو بيرقص اي فقلت حد، هو لا بيرقص يعني في اي ماتشات حد. الاهلي والزمالك تحديدا لا كان يعني كان بيصر على ان هو بيرقص ناس معينه. اقول لك الاسماء ولا ربيع ياسين؟ لا لا، بص، هو كابتن حماده يعني احنا كنا بندي له الكوره، ده كلام بجد، كل لعيب نادي الزمالك في الفتره دي بندي له الكوره ونقف نتفرج عليه، لان عارفين اول حاجه مش هيخسرها، تاني حاجه هيقلب له هتستمتع. اتنين تلاته، وبعد كده ممكن في الاخر يعمل لك سرو انفراد ايه الترقيصه اللي حماده عبد اللطيف عملها ما تنساهاش ابدا؟ كتير لا يعني كتير. قول لي معلمه معاك. يعني مثلا كان في ماتش الاتحاد في نهائي كاس مصر، الجون اللي هو سبب المكسب اللي هو جابه طارق يحيى، هي الكره مش بتاعته خالص، والكره اتعملت من وراه، وهو طبعا الحاوي مش سريع، بس بذكائه حط نفسه قدام الراجل وقام جاي مرقصه، وقام جاي عمل الكره لطارق يحيى مقشره، طارق جاب جول. فدي مرتبطه بالهدف ببطوله، فعشان كده ما تقدر. هو طبعا في ترقيصات كتيره، يعني ماتش اهلي برضو نايم اتنين تلاته على الخط وعملها مين بالعرض، بقى بس ما الاثنين جاتش ثلاثة؟ جول. اللي كانوا بيلعبوا عليه، اي حد كان بيلعب عليه يعني ساعتها، ما انت مش اول ما بيمسك كوره كنت بتلاقي ايه تلاته راحوا عليه مره واحده، وفجاه تلاقيه هو منيمهم ومعدي وبيعمل الكروس او بيعمل الثرو او بيكمل بالكوره او بيقف عليها تاني. لا لا، كان حاجه. ورغم كده ما شفناهوش مرة وقف على الكورة. لا، هيقف على الكوره ليه؟ ده هو اصلا ما كانش بيلحق، لانه اصلا زي ما بقول لك كده كان بيبقى عليه خليه نحل، مجرد ما يمسك الكوره ده عشان هو خطير وعشان عارفين ان هو بيرقص، فما تدلوش فرصه ان هو يلف لك او يحطك يعني يبقى وجه لوجه ليك، لان هيرقصك هيرقصك. كابتن حمادة، مين اللي انت كنت يعني لازم في ماتشات الاهلي والزمالك تبقى مصر ان انت ترقصه يعني، او لا تبقى انا مبسوط لا مش عايز لا اقول انا كلمة الاول تانية يعني؟ لا انا الاول هقول لك ان رضا معاذ انا كنت بستمتع وهو معايا، كنا بنستمتع ببعض احنا الاثنين. انا بحب اللاعب المهاري الموهوب، فرضا كان بيريحنا كتير قوي في الملعب وانا كنت بريحه. ساعات مثلا انا اكون وحش يبقى رضا كويس، وكنا بنشيل بعض، في تفاهم بينا كبير قوي. ورضا برضه هقول لك والله العظيم بابا جامد وهو عارفني، يعني من طبعا اهم 3 لعيبه موهوبين جم في تاريخ مصر رضا عبد، يعني دي مش مجامله. لكن انا في ماتشات النادي الاهلي مفيش مشكله، كل اللعيبه كويسه وكل اللعيبه مميزه، كان بيبقى مثلا يحصل مثلا شويه شد كده، بس الشد اللي هو الطبيعي اللي في الملعب. لكن انا ممكن اكون موفق في ماتش مش موفق في ماتش، كنت بستمتع مثلا بعلاء ميهوب، مجدي عبد الغني، لا مجدي اللي عبد انت الغني. كنت بترقصهم يا كابتن يعني لا بعد مفيش حاجه اسمها، لا مفيش حاجه اسمها يعني كنت انا مثلا بترقصهم. ما انساش الترقيص الكابتن رضا عبد العال الجول الشهير بتاعه لما رقص محمد سعد وسجل هدف طبعا لنادي الزمالك في التوقيت دوت في ماتش الاهلي والزمالك. دي ظروف كوره بتبقى لازم ان هو يعمل كده عشان ياخد الكوره بيمينه عشان يشوطها بشماله، فدي ظروف الكوره بتبقى كده بي. لكن انت مش نازل مثلا مخصوص عشان ترقص موقف حد او موقف حد يرقصك او كده، دي ظروف موقف معين في الملعب. لكن اللعيبه اللي كانت تتعبني جدا طبعا مجدي عبد الغني، هو واسماعيل يوسف من احسن 2 لعيبه زوندر جم في تاريخ مصر، ولازم ادي مجدي عبد الغني حقه، هو واسماعيل يمكن الناس يعني بتتكلم عليهم مثلا كمحللين او كاسماعيل عيد ومجلس اداره، الاثنين دول كهبوط ديفندر ما يتكرروش. كلمة بصراحه علاء ميهوب، طاهر ابو زيد، ربيع، فرقه الاهلي كلها كانت مميزه زي الزمالك. ورضا عارف كان ماتش بالنسبه لنا الاهلي وزمالك كرنفال كده، كرنفال مهاره، صح، كرنفال مواهب، احنا نكسب الاهلي يكسب، ما كانش فيه فرقات اللي هي بتاع اللي زي دلوقتي مثلا كنت ممكن تقعد ما تكسبش الاهلي فتره مثلا من 5 6 سنين مثلا، كان في فروقات كتيره قوي. زمان ما كانش في كده الا في الزمالك، عندك بص رضا عبد العال، عندك احمد رمزي، اشرف قاسم، اسماعيل، جمال عبد الحميد، طارق، النادي الاهلي نفس الناحيه، شوف علاء ميوب كان عامل ازاي، شوف مجدي عبد الغني، شوف اسامه عرابي، طاهر ابو زيد، ايمن شوقي، حسام حسن. لا متعه، ماتشات الاهلي والزمالك كانت متعه. انا مش عايز اخد وقت من وقتكم، انا لا سعيد انت جدا كنت مصمم. شرفتنا يا كابتن لا لا حماده، وان شاء الله انا عارف ان انت حضرتك متعاقد في قناه نادي آه. الزمالك،
بس لازم تيجي لنا حلقه ان شاء الله. لا هجي لك، ولازم يبقى اهم حاجه يبقى انا ورضا ابو علي مع بعض. خلاص احنا متفقين اهو، الاسبوع الجاي تيجي تشرف يا كابتن. تنور ان شاء الله. ورضا وكابتن مجدي عبد الغني كمان ببعت له تحيه من هنا ومتشكر جدا. انا بس مش عايز نجيب الكابتن مجدي، لان الكابتن مجدي لو تواجد ما حدش هيتكلم. ده وكمان ده باعت لي فيديو يا كابتن حماده بيقول لي الترقيص. هو كابتن مجدي بيقول لي اتفرج على الترقيص اللي كنت برقصه، انت عارف فيلم بدايه ونهايه بتاع الفنان الكبير فريد شوقي اللي هو بيغني بالعافيه؟ اه ده بيرقص بالعافيه. والله الكابتن مجدي عبد الغني من اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ مصر طبعا، بس وهو عايز ياخد دور غير دوره يا كابتن. ماشي، كان ديفندر وكان بيشوط بيمينه وبشماله وبيلعب براسه، لكن حته الترقيص دي لا يسيبها لك شويه في الاستوديو انت. ايوه ما انا بقول له اه انت بتجيب اجوان عالميه عشان رجليك كانت قويه وبتقف في الحته المناسبه وبتحط وش رجلك كويس، واخد بالك؟ اه بتعرف تباصي، بتعرف تقطع كوره. يقول لي لا لا لا، والترقيص انا كنت برقص احسن منك. لا احسن منك صعب. كابتن حماده عبد اللطيف، الف مبروك العقيد الجديد حبيبي يا كابتن مصر. حبيبي نورتنا يا كابتن حماده، وان شاء الله الاسبوع الجاي تكون موجود معانا في وجود كابتن رضا عبد العزيز.